بيني وبينك خطوة ونص، لا تتكلم ولا بتبص، بيني وبينك خطوة ونص، لا بتسلم ولا بتبص. اسأل عنا ياللي هاجرنا، تسأل عنا ياللي هاجرنا، أعمل لك ليه انت تحس بيني وبينك، بيني وبينك خطوة ونص، لا بتسلم ولا بتبص، بيني وبينك خطوة ونص، لا بتسلم ولا بتبص. كن على بالك يا مجنن الناس بجمالك، امشي ولا يكون على بالك يا مجنن الناس بجمالك، امشي ولا يكون على بالك يا مجنن الناس بجمالك، امشي ولا يكون على بالك يا مجنن الناس بجمالك. يعجبني حسنك ودلالك، يعجبني فيك نظرة عينيك، بيني وبينك بيني وبينك خطوة ونص، لا بتسلم ولا بتبص، بيني وبينك خطوة ونص، لا بتسلم ولا بتبص. امشي ولا يكون على بالك يا مجنن الناس بجمالك، امشي ولا يكون على بالك يا مجنن الناس بجمالك، امشي ولا يكون على بالك يا مجنن الناس بجمالك. يعجبني حسنك ودلالك، يعجبني فيك نظرة عينيك، بيني وبينك بيني وبينك خطوة ونص، لا بتسلم ولا بتبص، بيني وبينك خطوة ونص، لا بتسلم ولا بتبص. ما تسأل عنا ياللي هاجرنا، ما تسأل عنا ياللي هاجرنا، أعمل إيه لأجل أنت تحس بيني وبينك. أوف إيه الحلاوة دي بقى يا ولاد، الشارع النهاردة كده حلو زيادة عن اللزوم. النهارده كده خلينا نرحب عندنا في الريستوران مشرفانا ومنورانا أميرة فهمي. اهلا اهلا، عامله ايه؟ الحمد لله. طب خلنا ايه في الريستوران؟ عاملين فطاير اقتصادي، عاملينها بالكرنب ومستخدمين فيها ميه، ويعني حاجات قليله قوي لكل فطير بالكرنب. يا لهوي، مش غريبه دي خالص. ماشي. وعاملين كيكه بسبوسه، عاملينها بالبرتقال وعصير برتقال. كيكه بسبوسه، كيكه بسبوسه وفطير بالكروم. بعدين بالبرتقال، عاملينها طعمها حلو قوي قوي، هتدوقها طبعا. ده الواحد بعد ما ياكل الحاجات دي هيحس ان هو طياره نفاسه. لا لا خالص. خضر سيف. منوره يا حياتي، اهلا وسهلا. بعد ما نخلص مع اميره هنتكلم عن الميك اب، وبتشرفنا والنهارده وتنورنا خبيره التجميل اللي وحشاني جدا امل عرفات، ومعها الموديل الجميله نورا. اهلا وسهلا ازيك يا امل؟ ازيك يا شريف؟ عامل ايه؟ وحشتوني كلكم قوي قوي قوي، بقالنا كتير ما شفناش بعض. شكلك لسه مفلطانه، باين عليا قوي. لسه بلنطن. منوره ده منوره. هنتكلم عن ايه النهارده وهتورينا ايه؟ النهارده هنوفر، مش لازم يبقى عندنا برودكتس كتير عشان نحط ميك اب حلو. ممكن نستعمل ماسكارا كاي لاينر، ممكن نستعمل هايلايتر كاي شادو. الحاجات هنستخدمها بكذا بكذا استخدام. يعني هي عامله لنا الفطيره الموفره الاقتصاديه، وانت هتعملي الميك اب الاقتصادي. احب انا الحاجات دي قوي. منوره كالعاده، اهلا بيكي. بعد كده بقى نختم يومنا الحلو ده بالرائعة ملكة الزومبا في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وكل مكان في الدنيا، تحية كبيرة قوي قوي لمايا عادل، ومعاها نهال وشيماء وأحمد. مايوي، هاي يا شريف، أخبارك إيه؟ الحمد لله. إيه الحلاوة دي؟ أخبارك إيه؟
ايه رايك فينا النهارده احنا فيري نايس فيري فيري نايس جيرلز 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 بس احمد منور معاكم برده اهلا يا احمد وحشتنا ما بيجيش لي معاكي ما هو علشان بيشتغل في محافظه اخرى فين ولما في شرم الشيخ اما بيجي اجازه هيجي معاكي اول لما بيجي اجازه بنخطفه على طول طب اقول لك احنا عايزين نروح له احنا اجازه والله مش كده كلنا هنعمل ايه النهارده يا مايويا النهارده بقى هنعمل ريذمز جديده هنعمل هندي أوه. وهنعمل تانجو في حاجات جديده بقى ما عملناهاش قبل كده بصي نفسي التنميله تروح بس هاجي لك الكلاسس كلها انا مستنيه يا رب بشكركم ان انتم معانا النهارده الشارع كله منور النهارده بكل ضيوفنا وكل سكان الشارع وطبعا مزازيكي ومزازيكي بقى لهم معايا سنتين بنشتغل مع بعض معايا سنتين بشكرهم على سنتين الحلوين دول يا رب دايما يكونوا معايا في حياتي نفسكم حاجه كبيره قوي لو سمحتوا استاذ وائل اخبار حتشبسوت ايه؟ ها؟ الفيديو بقى ترند دلوقتي ما طبعا مين بنى معبد حتشبسوت؟ اسمها ايه؟ حتشبسوت يا لهوي يا الله يا الله دي ملكه من ملكات مصر ملكه عظيمه والموميا بتاعتها موجوده في المتحف حرام عليك اسمها حتشبسوت مش لا مش حتشبسوت حرام لعنه الفراعنه سوف تصيبك حتشبسوت حتشبسوت طبعا زي شفت كاره حتشبسوت قولها كده بقى لوحدها قولها كمان مره قولها ثلاث مرات ها حتشبسوت ها حتشبسوت برافو عليك لا يا جماعه بصوا انا يعني معايا هنا ناس جننوني مش كده يا دعاء اللي بتصورني دلوقتي بتنسف الاكل كله بس ابتدت تخس تخس تاكل وتخس مش عارف روحي حللي لا يكون في حاجه كده ولا كده خلي بالك طيب هنسمع ايه دلوقتي اما براوة طبعا سبيشال ريكوست لمي كله معانا مي يلا بينا يلا نسمع اما براوة وبعديها ناخد فاصل بعد الفاصل نرجع لكم في الريستوران مع اميره فهمي خليكم معانا لو سمحتوا مزيكا دور حبيبي ترى اخر ترى We'll be right back.
رجعنا لكم مره ثانيه. اي حد عنده سؤال استفسار اي حاجه يحب يشارك بيها معنا شكرا على صفحتنا على الفيسبوك 4 شارع شريف وقول اللي انتوا عايزينه كله. واللي عايز يتواصل معانا شخصيا اهلا وسهلا بيه على الانستغرام شريف مذكور تي في. النهارده عندنا حاجات حلوه واميره منوره في لايندينج. بونسوار بونسوارين. عامله ايه؟ ازيك يا شريف؟ ايه الحاجات الحلوه اللي انت عاملاها دي؟ عاملين فطاير اقتصاديه. انت عامله فطاير؟ بس اقتصاديه. يعني اقتصادية يعني ما فيهاش تكاليف كتير بتكاليف قليلة. بنعمل حاجة لذيذة جدا. طب ايه هما ايه بقى اللي انت هتعمل؟ فطاير بالكروم. الاصل فيها كروم ومنعملها بحتة فراخ صغنططة كده. ماشي خلاص. والتانية يعني عجنين العجنة بمية. ماشي خلاص. ودي بسبوسة، بسبوسة البرتقال بس مش بسبوسة قوي، بسبوسة بالبيض مدخلين فيها بيض ومدخلين فيها كيكة. برتقان. بس مش. هي مش ما فيهاش حاجه غير دقيق سمين. عايزه تبتدي بمين؟ نبتدي بالفطاير. بالفطاير. يلا الفطاير مع اميره المقادير يا منينت. فطاير احنا مسمينها شاورمه الدجاج. ماشي شاورمه الدجاج. 4 كوب دقيق مخبوزات، كوبايه دقيق سميد، 2 كوبايه ميه دافيه، معلقه كبيره خميره فوريه، 2 معلقه كبيره سكر، نص كوباية زيت، معلقة صغيرة ملح. الحشو بقى بصل مكعبات، نص كيلو دجاج متقطع شرايح رفيعة، ملح فلفل جنزبيل زعتر، وكوبايتين كرنب شرائح، واثنين ثمرة طماطم مكعبات، جبنة موتزاريلا حوالي كوباية كده، وهنحط شوية بابريكا ومعلقة خل. اوكي بس يلا احنا جاهزين. طيب لو دي على النار خلينا نبتدي بيها الاول. دي الطاسه على النار. ده البصل انا كنت مدياله تقليبه كده على النار قبل الحلقه. طيب خليني احطهم فوق بعض يعني. خلاص البصل لما يصفر هنزل الكرنب. كرنب كوبايتين، كوبايتين ونص زي ما يكون يعني. اما الكرنب بقى يدبل خالص هنحط ايه الفراخ. هنستنى بس شويه لما الكرنب يدبل عبال ما نعمل العجينه. بس في الوقت ده هنحط بقى ايه الطماطم كمان. الاكله دي ظريفه جدا بقى يا جماعه ان هي الكرنب مش عامل فيها ريحه خالص، زي الكولسلو كده ملوش طعم ملوش ريحه ومغذي قوي قوي. بس طعمه ازاي؟ لا طعمه حلو. لا يعني طعم الجامد اللي الولاد ما بتحبوش يقول لك لا محشي او كرنب او ريحه الكرنب. لا الريحه دي مش موجوده خالص. مش هحط لك ايه دلوقتي عليه؟ خالص انا بس هقلبه بس شويه. هحط له ده الجنزبيل والبابريكا والزعتر، وهنحط بقى رشه ملح، وهنسيبه بقى ايه يدبل شويه. واخر حاجه احط الفراخ. الفراخ مستويه اصلا؟ الفراخ مستويه اصلا، انا مسويها في بيتنا علشان ايه. طيب لو هقول انا عايزه اسوي الفراخ ازاي، يعني هسويها انا بسوي ده لوحده والفراخ بسويها لوحدها، بحمرها بنقطه زيت كده لغايه اما تستوي، في الاخر بحطها عليه. يعني ده لوحده ده لوحده. نبتدي بقى نعمل العجينه. العجينه بتاعتي هقول ايه، هجيب بوله كبيره وهاخد فيها بس هقلب الدقيق الابيض اللي هو دقيق المعجنات بدقيق البسبوسه او دقيق السميد. هقلبهم بس مع بعض الاول علشان ايه. وخليت هنا حوالي كوبايه. خلاص هنا بقى في العجان ميه. حطيت كوبايتين ميه عليهم معلقه خميره كبيره والسكر شويه منه مش كله. اوكي وحط بقيه السكر على الدقيق. حطيت بقيه السكر بعدين. خلاص هنقلب بقى هنا. قلب كده عبال ما اجيب الزيت. هحط هنا بقى، هنا حطيت دقيق السميد، الدقيق الابيض ودقيق السميد وبقيه السكر والملح. مهم قوي ان انا احط الملح لما الخليط بتاعي اللي هو الميه والخميره والسكر يتقلبوا كويس. مش عايز تحط ده بقى؟ لا لا ما لا ما طيب. حطش الحاجات دي. يلا
نبتدي بقى ننزل الدقيق. هتنزليه كل مره واحده؟ نص وبعدين نقلب وبعدين نص التاني. لما الخميره بتاعتي تعمل فقاعات الاقيها عملت فقاعات. هتحطيه كله وخلاص. ماشي. مش هتفرق دي. اوكي ماشي كده. بص بقى يا سيدي، انا خليت هنا كوبايه دقيق علشان اشوف العجينه ممكن تاخد دقيق تاني ولا ما تاخدش حسب ال. اهجم بقى كده. حاضر. اخر حاجه بقى ما عملناهاش او ما حطيناهاش الايه؟ الزيت. الزيت. فيري نايس. احط الزيت؟ قد ايه؟ ما نحط الزيت نص كوبايه او ربع كوبايه ثلث كوبايه يعني. حوالي نص كوباية. طيب وريني بقى كده. عايزة تيجي تاني ولا كفاية؟ هنحط استنى. احنا الاثنين مزكمين. لا. هنعديكم. أكل العيش يحب الخفية. نعمل ايه؟ تقلبي اللي على النار ده تقليبة كده. ايوه. انت حاطه ايه على النار؟ قولي لنا كده من الاول. حطيت البصل وبعدين الكرنب المقطع شرايح والطماطم والبهارات بتاعتي بقى الملح والفلفل والبابريكا. حطيت فلفل والزعتر لغايه اما دبلوا خالص اهم كده. كده تمام اهو، انا مش عايزاهم يتبلوا اكتر من كده. هحط اخر حاجه الفراخ المسلوقه بتاعتي. بس خلاص هي كده خلصت. كفايه ضرب ولا ايه؟ ها؟ كفايه. كفايه ضرب؟ كفايه. خلاص العجينه بتاعتنا. عايز اوريها للناس بس. لو لمت من الاجناب. هي ما لمتش قوي. ما لمتش يبقى لازم نزود دي لغايه اما تلم من الاجناب. طب اعمل ايه؟ خلاص سيبها، هنزود دي لغايه اما تلم من الاجناب وتبقى كوره واحده. اوكي. بعدين؟ دي الخلطه بتاعتي تقريبا كده خلاص خلصت. هنقوم نعمل ايه؟ خلاص دي كده خلاص. خلاص. هنيجي بقى ايه نشوف العجينه بتاعتنا عامله ازاي؟ بتعمل كميه كبيره لا بأس بيها. هنزلها العجينه من غير ما اقلبها ومن غير دقيق. هنزلها كده على زيت مش على دقيق. هقسم العجين بتاعي كور. خلاص ده مش استوى كده كفايه؟ خلاص طفيت عليه. طفيتش عليه اصلا؟ هنقسم العجين كور. كل كوره قد كره التنس تقريبا ونعملهم كور ونحطهم كده. ايه اهم حاجه في القصه دي؟ المغرفه دي بتاعت المصفايه دي. عايزاها؟ تعملي ايه بيها؟ هنعمل بيها اللي احنا هنعمله دلوقتي ده اللي هي الفطاير. والله انا مش بهرب بقى حبيبتي. طيب انا بقى ايه لميت بقيه العجينه خدت كور. هناخد كل كوره ونعملها كده. ممكن شويه زيت. زيت على الرخامه. بس كده. بعدين ايه فتطري اميره ترحب بك. هنعمل ايه كل واحده كده وبعدين نعمل كده اهو اهي. عايز اعرف هتعمل ايه بدي. دي اهم حاجه. دي امسك انت بقى دي كده. نعمل ايه؟ هنقوم حاطين العجينه كده اهو في النص ونقوم ايه قافلين يعني
موسعين عليها. دايسين يعني عشان نعمل شكل. ورينا الظهر كده الشيء. عشان الزيت. طيب خلاص. ثاني 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 ثاني. هدوس عليها كويس علشان تاخد الشكل من تحت. العنكبوتي. طيب مش عنكبوتية. اوكي بس خليها زي ما هي. في البتاعة دي؟ ليه؟ علشان هنحشيها. هنحشيها. اوكي. هتاخد الشكل ده كده وندخلها كده. دي الخلطة بعد ما ايه؟ استوت. استوت. نحطها باردة ولا سخنة؟ لا باردة طبعا. عشان ما تقطعش العجينة. خلاص ونحط شوية جبنة. دي بتتقلي ولا بتتحط في الفرن؟ لا بتتحط في الفرن. وبعدين هنقفل عليها. كده. وعايزه الصينيه بقى اللي عندك دي اهي. بعد ما اخلصها كده هقوم دايسه عليها. هقوم دايسه عليها كده. يا قربه يا اميره. علشان ايه تدي. يا قربه يا اميره. شفت الشكل اللي يا قربه يا اميره. بتطلع شكلها حلو قوي. فيري نايس. كمان واحده. اهي. تخش الفرن بتقعد قد ايه؟ اظن مصر دي عند كل الشعب المصري. دي بتبقى طعميه. موجوده. البطاطس المحمره. موجوده موجوده في كل البيوت المصريه الاصيله. بنضرب بيها بودي. قالت لك بس كده اهو. وبعدين نحط ممكن نسندها كده عادي يعني. اهي. ونحط قفلنا بودي. لا بس بجد حركه حلوه. انا قعدت اقول هي عاملاها زي هناك كده. شفت لذيذة ازاي؟ هروبة. يعني احنا عملنا حاجة عشان بس دايما الناس تقول لي حاجات غالية، أنا مش بعمل حاجات غالية يا جماعة والله. أهو يعني ممكن جبنة موتزاريلا دي نحط بدلها جبنة فيتا مثلا. أو أي جبنة ممكن ما نحطش جبنة. خلاص وممكن ما نحطش جبنة خالص. وممكن ما نحطش ممكن نعملها بالخضروات بس، بس أنا حطيت يعني لما تحط يعني حتة فرخة مش هيجري يعني بقية الغدا مثلا. روحوا اشتروا اللحمة من 100 نما، عارفين 100 نما؟ اشتروا اللحمة هناك من 60 ل 70 جنيه. بجد. أنا بقول لك. لا خلاص كفاية اتنين. يلا خلاص كده خلاص خلصنا. هتخش الفرن على درجة حرارة عالية 200 بتقعد حوالي من 20 ل 25 دقيقة الفرن من تحت بس. وبعدين لو الوش ما اتحمرش بنقفل من تحت ونولع تاني من فوق. عايزين تلمعوا الوش البيضه ما يجراش حاجه، عايزين تدخلوها كده ووشها تحمروه عن طريق الفرن يعني زي الفل. تطلع تدهن شويه زبده وخلاص تطلع زي تحفه. وفطاير للبيت وللشغل وللمدارس وللفرن. انت عايزه الفرن تحت بس؟ يلا بس كده ماشي. طالع قد ايه؟ طب انت ولع هنا بقى فوق وتحت. ماشي انا ولعت تحت بس. طيب عايزه فوق وتحت؟ بتقعد من 20 ل 25 دقيقه بس احنا فرننا غير يعني فرن الكهرباء غير الفرن البوتاجاز بتاعنا العادي. اهو خلاص اهو اهو. ممكن نحط دي كده بس خلاص. حطي طيب انا سواك حاجه يا ست ورده. يلا وبعديها ناخد فاصل ونرجع نعمل الحلويات للحلويات. جاهزين يا اولاد؟ يلا حبيبي. موسيقى. We'll be right back.
اكتر شويه بحبك. من عمري بحبك قد اللي فات من عمري بحبك وقد اللي جاي من عمري وقد كل الليالي دي واكتر شويه بحبك قد عمري ونور عيني يا نور عيني بحبك فات من عمري بحبك وقد اللي جاي من عمري بحبك قد اللي فات من عمري بحبك وقد اللي جاي من عمري بحبك وشوف قد ايه شوف قد ايه بحبك. اوبا ايوه ويل ولد العم يلا نقول بسبوسه. انتي تعبيرات وشك ممكن ما تتكلميش وتشتغلي تعبيرات. وريني كده. بص بجوع الناس. طب وريني وش الجوع كده. وش الجوع فكرتني ازاي تنبهر ازاي تخاف. شبالك كم سنه معايا؟ تسعه. يا ما شاء الله ما زهقتيش مني؟ لا لا خالص. وفرقتي بقى لهم سنتين معايا. هنا بحس بالامان والحنان وكل حاجه حلوه بجد. مش يلا هتعمل لنا ايه دلوقتي؟ البسبوسه كيكه. هنعمل بسبوسه كده جميله جدا. بسبوسه كيكه كده مكوناتها لطيفه قوي وبرده اقتصاديه جدا. يلا نقول مقادير. مقادير يا اولاد بتفرج على ابوي بس بحب اتبع. بسبوسه البيض والبرتقان. ايوه. بيضتين. كوبايه سكر، كوبايه زيت، كوبايه عصير برتقان، فانيليا، عبوه بيكنج باودر، قشر ليمونة، عصير ليمونة، عبوة زبادي صغيرة، 2.25 كوب دقيق سميد، ربع كوباية دقيق أبيض، وللتزيين كوباية عصير برتقان، نص كوباية سكر، عصير نص ليمونة، ومربى لوز جوز هند. ممكن طبعا نستغنى عن اللوز. فاكرة زمان كان في أغنية اسمها لوز لوز يسعى علي لوز 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 لوز. أيوة علي لوز. فاكرة؟ أيوة. مين بقى علي لوز ده؟ مش عارفة. عامة يعني. طيب الشربات بتاع البسبوسة بتاعتنا بيتعمل بكوباية عصير برتقان. هتعمليه؟ لا أنا عملته خلاص. هو كوباية عصير برتقان، حطيت عليها نص كوباية سكر وعصرة ليمون وشوية فانيليا. خلاص؟ بس عشان أقفل ده. عشان وبعدين هتعملي إيه؟ خلاص هنعمل بقى الكيكة أو البسبوسة. عبارة عن هنا حطيت كوباية سكر معاها بيضتين، ضربت البيضتين الاول لغايه ما اتخلطوا، وبعدين حطيت السكر بالتدريج لغايه ما بقى كريمي كده زي ما احنا شايفين. بص بقى كريمي ومبيض كده. وطبعا السكر اكيد داب يعني. خلاص بنبتدي بقى نضيف بعد كده بالتدريج الزبادي وبعدين بضرب. ثانيه كده بس اقول لك حاجه ثانيه. قولي اللي انت عايزاه. ده دقيق السميد، هحط عليه ايه؟ البيكنج باودر. كيس بيكنج باودر 16 جرام، كيس بتاعنا احنا 16 جرام.
خلاص، وهقلب الجزء الفوقاني اللي انا ممكن ماخدش الدقيق بتاع البسبوسه كله. ماشي، ده عصير الليمون، بشر البرتقال، وده البرتقال، بس بحب انظم نفسي. خلاص، يبقى انا حطيت هنا بيضتين، حطيت هنا بيضتين معاهم كوبايه السكر، وضربتهم لغايه ما بقوا كريمي. حطيت لهم الزبادي. احنا هنعوز زيت. ضربتهم لا لا خالص، ضربت الزبادي بس ضربه خفيفه. هزود بقى ايه؟ بشر الليمون، عصير الليمون، عصير ليمونه، وكوبايه البرتقال، وبعدين الزيت، وبعدين كوبايه الزيت. من غير بقى ما اقلب، خلاص انا ضربت البيض لغايه اما بقى عايز الزيت تاني. معلش، خلاص هنعتبر ان هو كوبايه زيت. لا هجيبه. احنا نقدر نخليكي تعملي حاجه وحشه؟ انا الزيت بقى انا بضيفه بالتدريج عشان يبقى كريمي مع الخليط بتاعي، والهواء ما يطلعش بره. خلاص انا الزيت مش هيقلع في المطبخ. خلاص مش مشكله. خلاص، اخر حاجه بقى هضيف دقيق السنيد، وهقلبه بالسباتيولا. خلاص، هستغنى عن بقى المضرب اهو، وهشيل الدقيق، وهضرب يعني هقلب انا الهواء دخلته عن طريق البيض والسكر. خلاص، وقلبت هنا البيكنج باودر على الوش مع دقيق السميد، وهقلب بالراحة. لوز لوز يا سلوز. هلاقيها ممكن تبقى خفيفة نوعا ما، عشان كده قلت هنضيف الدقيق الأبيض من ربع كوباية لنص كوباية لغاية اما تاخد معانا القوام المظبوط. سهلة جدا يعني، فظيعة، ما فيهاش أي حاجة، وبتطلع حاجة جميلة كده يعني زي البسيسة كده، بس هي بالبرتقال. انت عظيمة. الله يسعدك. خلاص، وبعدين بقى ايه؟ هو اللي في الفرن ده هيقعد قد ايه؟ ده لسه. ده ماشي. الوش بس يتحمر. خلاص، بقوم حاطة الصينية بتاعتي دي 25 في 35 دهناها ايه؟ تقريبا دهنينها زيت، وحطها عامله لها دقيق سميد كتير علشان بس تعمل طبقه كويسه. خش بعدين ده ايه؟ هقول لك بقى. هتخش الفرن لمده 35 ل 45 فوق ولا تحت؟ في النص، لغايه اما وشها بس ايه يحمر. خلاص، اول ما وشها يحمر هعرف ان هي استوت. خلاص، تطلع لنا بقى ايه؟ تطلع لنا كده. ماشي. خلاص؟ نجيب لها شربات؟ هنقول يا الشربات سخن يا الا الشربات سخن. يا الا يا بنتي. يا الا ايه يا الا دي؟ هم فاهميني. انا مش فاهمك. احط بقى ادلقهم عليها؟ لا، هنوزعه عليها. هن ايه؟ نوزعه. ما هندلقه كده وخلاص. لازم نوصل للاطراف اهم من النص. خلاص؟ سخني يا بودي، مش تقول لي. بص معلش. لا لا، اصل الاطراف اهم من النص، لان النص اصلا اكيد طري، لكن الاطراف. لا لا، بلاش ده، بلاش ده. ماشي ده؟ ميرسي ميرسي افو. والنص بقى الباقي صح؟ اوكي. ده الشربات بتاعه عباره عن كوبايه عصير برتقال، نص كوبايه سكر زي البابالز كده، نص كوبايه سكر، لا زي البسبوسه بس هي كيكه شويه يعني، فيها هوا كتير عن البسبوسه. انا بحب الكيك اللي فيها هوا كتير. فيها هوا كتير عن البسبوسه. خلاص، اللي انا هعمله دلوقتي ده ممكن تعملوه، ممكن تستغنوا عنه، بس هو طعمه حلو قوي اللي انا هعمله. هتعملي ايه بقى دلوقتي؟ هنحط مربى على الوش. والله تكسيب المربى؟ ايوه، نحط مربى على الوش ونوزعها كويس. خدي خدي خدي. انا بحب مربى المشمش. خدي 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 خدي. لسه هنعمل دي اوسع. دي اوعي كده. يلا. كده اهو. ميرسي شريف، ثانك يو. وبعدين وهنحط على الوش اللي عنده بقى جوز هند، اللي عنده لوز، بس بلاش سوداني لانه له طعم جامد، بيشد الطعم يعني. يلا حطي بقى بس كده. هنوزع بقى ايه ده؟ جوز هند ولوز.
كتير. اللوز سلقته وبعدين قشرته وبعدين سلقت اللوز؟ وبعدين قطع اللوز وبعدين قشرته وبعدين حمرته في الفرن والكيكة بتستوي. بعد ما الكيكة استوت كده حطيته في الفرن قرمش بقى وبقى جميل قوي. قلبت عليه جوز الهند وسبت كمان وحمصت كمان شوية الجوز الهند طلع بقى جميل خالص زي كده اهو. حطه كله ويحطه في الفرن تاني؟ لا 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 خالص ناكلها نقطعها وناكلها نتاكل دافية جميلة جدا. شاطرة أميرة. وبعدين لو عايزين بقى نشيلها لتاني يوم نعمل ايه؟ تلاجة؟ هنغطيها؟ لا هنغطيها كويس بس ونحطها على جنب كده وخلاص. انا موافق. احكي لنا كده عملتي ايه النهارده؟ عاملين فطاير الاقتصادية بشرايح الكرنب وقطعة فراخ وعاملين كيكة البسبوسة بالبرتقال. يا حلاوتك يا استاذ يا ابن عم البرتقال. انا وسخت حواليا يا حلاوتك في الجنينة وانت طارح في الغيطان. ما سمعتهاش. بجد؟ دي كانت في فوازير جده عبده عامل ايه؟ زارع ارض. لا بس بعتقد دي فولكلور يا حلاوتك يا استفندي. ما اخدوا حته منها حطوها دي. تهيألي كده ولا انا بفتي مش عارف بهزي شكلي كده بهزي بس هي الاغنيه اسمها كده. طيب انت خلاص كده خلصتي؟ انا خلاص خلصت. هتقعدي معانا كنت شويه؟ انا اقعد. مبسوطين بيكي. ميرسي يا اميره. ميرسي ميرسي. طيب احنا نسمع اغنيه وبعد الاغنيه نرجع لكم نتكلم عن الميك اب مع خبيره التجميل أستاذة أمل عرفات ومعها المودل نورا. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. يا حبيبي من يوم ما بعدنا ولا شيء بالدنيا بيساعدنا. يا حبيبي من يوم ما بعدنا ولا شيء بالدنيا بيساعدنا. ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا. يا حبيبي أيامي بداك بتنساني الفرح ولا انساكو. يا حبيبي أيامي بداك بتنساني الفرح ولا انساك. والله والله أنا صبح وليل 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 بستناك. يا حبايبي وحشتوني تعالوا بطرحكم لسه على حال بستنى. يا حلوين يا حبايبي يا غايبين لو اغمض وافتح لو اغمض وافتح والاقيكم جايين جايين. يا حبايب جايين جايين. ايوه بقى رجعنا لكم مره تانية. معانا النهارده ملكه في عالم الميك اب وعالم التجميل بتشرفنا وتنورنا. وعلى فكره هي اول ميك اب ارتست شرفتنا هنا في 4 شارع شريف. بتفائل بيها ومبسوط النهارده معانا امل عرفات خبيره التجميل. اهلا وسهلا. اهلا. ايش يا كدي؟
فتره. مش معقوله بقى عقتينا بقى وكده. ومعاها النهارده الموديل نوره. هيا نوره، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ احكي لنا اخبار الميك اب ايه؟ الميك اب والله ابتدى يتحسن عن زمان، يعني بقى اخف والبنات بقى بيحطوا اقل، ومعظم البنات بقوا بيحطوا ميك اب حلو يعني. اوكي، ده حقيقه. النهارده احنا عايزين نتكلم ان احنا مش لازم يبقى عندنا برودكتس كتير او حاجات كتير نحط بيها كل الميك اب. عايزين نرجع زي الاول، اقل فرش واقل برودكتس بنستعملها، لان الميك اب غلي قوي زياده عن اللزوم. والحاجات الرخيصه بتبوظ الوش، فطبعا كله عايز يشتري الحاجات الغاليه. فاحنا ممكن لو انا جيت في شهر مع الايلاينر خلص، وده بيحصل كتير قوي ان كل البنات بتحط ايلاينر كل يوم، اتصرف ازاي لو لسه ما قبضتش؟ ممكن استعمل الماسكارا احطها على انها ايلاينر. هتورينا دلوقتي؟ يلا اوكي. كده الايلاينر خلص ومفيش فلوس نجيب، هنستخدم الماسكارا. هجيب فرشه اللي هي بنسميها انجل براش. الانجل براش دي اللي هي موروبة. بتبقى ايوه بالظبط. وباخد من الماسكارا. من الماسكارا. اوكي. هنستخدميها كايلاينر. كايلاينر. اوكي. بصوا بقى. بصوا الافكار الحلوة. هعمل كده. فكرة حلوة قوي. اوكي. الايلاينر كمان مش لازم ان انا احطه كل العين. لان هو بيخلي العين تنزل. فانا ممكن احطه يسحب العين بس على الطرف كده. اوكي. واحطه، افتحي عينيكي، واحطه من هنا في الطروف زي الفي. مكان الكورنر بتاع العين، فهيوسع العين وهيديها سحبه وهيسحبها كده. انا نزل مني شويه بس. ايه؟ اوكي ماشي. فعند العين كده. يبقى كده الماسكارا استخدمناها ايلاينر بالظبط. عندي الهايلايتر، بنات كلها بتحب الهايلايتر اللي هو اللي بيبقى شامل. ليه بيحبوه بقى؟ علشان هو بيعلي الخدود. بيطلع خدود. فطبعا انا بستعمله على انه هايلايتر عادي جدا. هو ده مش هايلايتر؟ هو هايلايتر. اوكي. بحطه هايلايتر. وبعدين لما بحطه هنا برفع المناخير شويه. بديها شكل ان هي رفيعه. اوكي. وممكن بقى استعمله احط ايه ده؟ سبراي. اللي هو ده الفيكسنج سبراي اللي هو بيثبت الميك اب. بس ممكن استعمل ميه ورد، احطها في اي حاجه بخاف. ميه ورد ونبخها. واحط على الفرشه كده ما تبقاش مبلوله قوي. احط في الهايلايتر. في الهايلايتر. واحط هنا في نص العين. انت هتعملي اي شادو؟ اعمله اي شادو. اوكي. اهو ممكن احطه في نص العين. ونوزعه ولا ايه بقى بتعمل؟ الشيمر ما بيتحطش في كل العين. بيتحط هنا عشان يفتح ينورها. العين. ينور العين. وممكن احطه في الكورنر بتاع العين. يبقى كده الماسكارا عملتيها ايلاينر، والهايلايتر مش اسمه كده؟ هايلايتر. عملتي اي شادو. اي شادو. وبرده كمان بنحطه عند الحته دي، الحتتين دول بتوع البق. اوكي. بيدي شويه كانه فيلر. بيرفع ال. طب هما مش ده يعني ده حلو قوي اللي انت عاملاه ده؟ هو مش محتاج يعني. هو كملي. برودكتس كتير يعني كده. ما يشتروش ايلاينر وخلاص، نشتري الماسكارا بالظبط. وما يشتروش اي شادو، يشتروا الهايلايتر. الهايلايتر ده وده. هو على فكره. بس احنا عشان عشان نشتري ده وده وده، فكل شركه لازم بتنزل اي شادو وهايلايتر وكده. بس هو نفس الفكره. الشركات هتكرهك. طيب. بس الناس هيحبوكي، ده المهم. انا عندي ليبستيك. دايما الروز. في ناس عندها مشكله ان هي بتحط الميك اب وتقول اتشرب كله. وشي بيشرب الميك اب بالذات. اللي مسامهم واسعه وعندهم بشره دهنيه. دهنيه بالظبط. ده انا معلش، احنا مش بنحط ميك اب، احنا بنعلم، فطبعا هتبقى عين وعين. مش مشكله. دي ده روج ليبستيك عادي، او الروج العادي اللي هو مش ليكويد كده. ده ممكن يتحط فوق العين كاي شادو برضه. كاي شادو. ويبقى شكله كمان احلى بكتير من الاي شادو اللي فعلا احنا بنستعمله. أوكي. اهو ووزعتيه بعد كده بالفرشه. بوزعه بالفرشه. خلوا بالكم ان كل عين هتبقى شكل، لان هي هنا دي حصه حاجه تعليميه. بالزبط. اوكي ماشي. اهو ووزعتيه كله. طبعا بقى اي نوع اي لون انا عايزه احطه. وبعد كده لما تحطي بقى الروج على الشفايف نفس اللون ده هيعمل منظر حلو قوي. بالظبط. بص بقى. لا
مش شكله طبيعي اكتر. مش مصدقك. من الاي شادو، عشان الاي شادو بيدي شكله تراب شويه لو ما اتحطش صح. بالظبط. الحاجه الثالثه اللي البنات كلها عندها مشكله معاها، الرموش، تركيب الرموش. انا دلوقتي رايحه فرح وعايزه اركب رموش قبل ما اروح. مش لازم اروح لميك اب ارتست. البنت او الست تحط رموش، وامتى تقول لا انا رموشي كويسه حد لها ماسكارا اتنين كوش كده فتتخن؟ لو رموشها طويله وتقيله. ماشي. غير كده العين بتبقى محتاجه تترفع، يعني انت ممكن تحطي رموش وكريم اساس وتروحي اي مناسبه، لان الرموش بتغير الشكل خالص. طيب ده اللزق بتاع الرموش عادي، بحطه على الحته اللي هي اللي في النص؟ لا اللي بيتلزق عليها. اوكي اوكي اهو، بحط كويس الاطراف كويس قوي. ماشي. طيب بعد ما بحطه ما بلزقش على طول، اهي حطيت هنا، ما بلزقش على طول، بهويه. اوكي، لحد ما يبقى ستيكي ملزق. اوكي، بعمله كده كده كده، واتاكد ان هو لونه كمان بيغمق شويه بعد ما بينشف شويه مش قوي، وبعدين بحطها على يعتبر على الرموش الاصليه. على الرموش اكتر من على الجلد، لان في ناس بتحطه فوق الجلد فبينيم عينيها. لازم انا بحطه على الرموش. هيلزق في الرموش يعني ولا ايه؟ هيلزق في الرموش. هتيجي تشيله هيتشال مع الرموش؟ لا، ما هو انا عايزه اقول لك بقى الرموش ما بتتشالش، هو لسه طبعا ما نشفش قوي. اوكي. في ناس بتشيل الرموش كده. ده غلط جدا، لان الرموش دي ممكن تشيل رموش من رموشك الطبيعيه كتير. طبعا ده مش بيطلع بسهوله. بالظبط. فرموش اللزق ده ما بياخدش اي حاجه، انا لو جبت ميه عملته بميه كده كده هيقوم هتقوم فعلا؟ مش محتاجه اي حاجه، محدش يشيلها طبعا كده. بسيبها بقى تنشف. وتعمل لها ماسكارا. بالظبط. بعمل لها ماسكارا، ما تحركيش عينيكي. بعمل لها ماسكارا ان انا بلزق رموش الطبيعيه في الرموش اللي انا لزقتها بس. فتبقى حاجه واحده. ما بقعدش احط ماسكارا لان هيبقى شكلها ملزق، مش هتدي شكل الرموش اللي يعني انا حاطاه. يعني كوش واحد مره واحده. الزق بس، يعني بس اعمل بالماسكارا كده تحت، الزق رموشي في الرموش اللي انا مركبها. اوكي. بس كده. اهي. انت سهلت لهم النهارده الدنيا كلها. حتى لو ما نشفتش وما ركبتش كويس مش مشكله، احنا قايلين دي حصه عشان تعليميه. هي بس مش مشكلة. كان لازم نسيبها تنشف شويه. دي حصه تعليميه. طيب يعني النهارده مش جايه تعمل ميك اب، يعني النهارده بتوريكم تستخدموا الحاجات استخدامات اخرى ازاي. بالظبط. في مشكله ثانيه، الناس بتقول انا بحط الميك اب شكله مغير. الفيكسنج سبراي او ميت مش الورد. عايزين نجيب حاجه غاليه، بنحط ميه الورد، وبعد ما بحط الفاونديشن، انا هنا طبعا حاطه فاونديشن وعليه باودر وكل حاجه. طب مفيش حاجه بديله للفاونديشن؟ في حاجه اسمها بي بي كريم. دي احسن. بس دي لو هسهر او عندي مناسبه مش هتنفع. مش بتغطي كويس لو عندي اي مشاكل. بالظبط. بس طبعا الفاونديشن يعني بقى في اسعار كتير وفي انواع مصري حلوه برده مش وحشه. بحط الفاونديشن وبعدين برش قبل ما بحط الباودر. بترشي ايه؟ مايت ورد؟ مايت ورد او الفيكسنج سبراي. طب ما ينفعش اعمله بتلج؟ لا. اوكي. التلج ده ممكن يتحط بعد الباودر، بس في مشكله، اللي مش بروفيشنال هيسيح الاثنين على بعض. هو ليه طريقه التلج. هو ايه، بالطبطبه؟ مش 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 لا كده. مش كده. شفت انا هقوم انا هشتغل ميك اب ارتست. تنور. هنافسكو. اوكي. طيب. بعدين. اللون ده اللي هو بنقول عليه التوبي. شوفي البرامج خلت الناس تتعلم. جدا بجد. جدا. شوفي عشان انا بقعد معاك وبشوف فتعلمت. لا وكمان في حاجه حلوه قوي، كل البنات بتحط ميك اب حلو جدا. وشها يعني بس نسبه الاكبر. اليوتيوب بصراحه خلاهم كلهم متعلم. والبرامج بالظبط. اللون ده عادي روج. اوكي. اللون ده اللي هو ولا احمر ولا بني، نقول عليه ايه، توبي. اوكي. يعني اللون ده بنستعمل ده روج عادي، وماركه موجوده في مصر في كل المولات. ومش غالي خالص. ده روج خلاص. ممكن استعمله في ايه تاني اللون ده بالتحديد؟ مش اي لون، اي دارك سيركلز او سواد تحت العين، او في ناس عندها غمقان هنا. اوكي.
بيتحط اللون ده الاول. طبعا هنا حاطه بس يعني هعمل زي كده. ما عندهاش حاجه غامقه تحت يعني. يعني اللي عنده غمقان او الحته دي داخله لجوه شويه اوكي، بس على المنطقه دي بس على اللون ده بس، على اللون ده بس اللي هو لون الفخار. بعمل كده بوزعه. هيضيع اي هالات سودا؟ ده بيتحط تحت الفاونديشن. يعني بعد كده نحط فاونديشن؟ بالظبط. ده بقى بيتباع، يعني ده بيتحط بعد كده عليه كريم الاساس. ده بيتباع كبرودكت اسمه كوركتور. هو ده بيكوركت الحاجات الغامقه اللي في الوش. انت هنا غايبه الروج. بالظبط. عشان تستخدمه كروج وهتستخدمه كاي شادو وتستخدمه ككوركتور. بالظبط. واو. التلاته. ده هيكرهوكي بجد الشركات. مش هيبيعوا لك حاجه. زمان ما كناش عندنا كل البرودكتس دي، والناس كانت بتحط ميك اب حلو طبعًا قوي. طبعا. والميك اب ارتست كان بيحطوا حاجات يعني ب ب ب سعاد حسني كانت بتحط ميك اب تحفه. صح صح الله يرحمه. ف هعمل كده عليه. ما كانوش بره اخترعوا الحاجات دي خلي بالك كمان. هو دلوقتي عمالين يخترعوا حاجات عشان يدفعوا ناس فلوس. بالظبط. بس انت ناصحه ففهمتي كل الحاجات دي، وميرسي ان انت بتقولي الاسرار دي. بجد انا بشكرك. احنا كميك اب ارتست بنستعملها يعني. انا بستعمل ده كبيز للاي شادو عشان الاي شادو يثبت لو عروسه او مناسبه بيتحط تحتيه، وبعد كده بحط عليه الاي شادو. خلي بالك انت دي امانه منك ان انت عماله تحكي كل ده. مش اي حد هيطلع يقول اسرار مهنته بالطريقه الفظيعه دي. فميرسي ليكي نيابه عن البنات والستات اللي بيشوفونا، ونيابه عن الرجاله اللي بيدفعوا فلوس في الحاجات دي كتير فهيبقوا مبسوطين السر بالاسرار دي. بالظبط. فاحنا كده حطينا الفاونديشن فوقيها. بس طبعا احنا عشان احنا حاطين بيز الاول وحاطين كذا حاجه، طبعا ده ديمو يعني. اوكي. في حاجه ثانيه هنعملها؟ احنا كده تمام. لا بصي بقى احنا كده هنعوزك كتير. اوكي. عايزين دايما نعمل الحاجات الاقتصاديه دي. احنا ممكن المره الجايه، كنت هعملها المره دي بس مش عارفه كان الفقره بتاعتي هتسمح ولا لا، عايزين نعمل احنا ميك اب. يعني عايزين احنا نعمل هايلايتر. اوكي. نجيب اتنين تلاتة برودكت ونحط الوفيرا اويل اللي هو ال زيت الالوفيرا. ايوه بالظبط. نستعمله في حاجات كتيره قوي، وهيبقى كمان حاجه زيت الصبار هيبقى حاجات طبيعيه. في حاجه اسمها بلامبر بنستعمل السينمون اويل او الاويل القرفه، ده بيكبر الشفايف اكنك عامله فيلر. ده خلاص استني بقى ما تغششيهمش عشان نشوفك الشهر الجاي. خلاص ان شاء الله. طب انا هقول لك حاجه بقى حلوه دلوقتي. الشهر الجاي شهر عيد الام. اوكي. هنجيب لك بنات وسيدات من مشاهدينا. خلاص. فدلوقتي السوشيال ميديا يعملوا لنا بوست. امل عرفات هتيجي وهيبقى معانا 20 30 ام. ها هتعلميهم وتوريهم ازاي يصنعوا الميك اب في البيت. حلو. ايه رايك؟ موافقه. حلو كده. هملي لك الشارع بنات وسيدات وتقعدي تدي لهم كورس عشان عيد الام. انت هتقمر حبيبتي. ميرسي لخبير التجميل امل عرفات على وجودها معانا النهارده، والفيسبوك والانستجرام الخاصين بيها طلعوا كذا مره على الشاشه لاي حد عايز يتواصل معاها. وبشكر كمان الموديل معانا النهارده نورا. ميرسي يا نورا، اشكركم شرفتوني ونورتوني. هنسمع اغنيه وبعد كده نرجع لكم نلعب شويه زومبا مع مي عادل. خليكم معانا في الشارع لو سمحتوا. مزيكا. عشقي وانت نسيت، ده انت النساي اللي بيقلع عمر حالي. انت يا سيدي حس بيا ترم حالي. سيدي وصال، سيدي وصال، سيدي وصال، سيدي وصال، زاد عليا حنيني. سيدي وصال زاد عليا حنيني، سدي دلالي عشقي وانت نسيني. سيدي وصامك في قلبك لغيري ولا انت غالي؟ سيدي منايا العين تحلى بقربي ليلي ونهاري. سيدي وصال، سيدي وصال، سيدي وصال، سيدي وصال،
علي النعمة لو شافوها بتوع بوليوود لا ياخدوها ياخدوها تعمل أفلام عندهم يعني في بوليوود في الهند. إيه لأ أنا بموت في تعبيرات وشك بس صح؟ ما حصلش. أخباركوا إيه؟ الحمد لله. حلو الهندي ده. إيه رأيك؟ آه مخصوص عشانك. أنت عارفة أنا رحت الهند مرتين من أحلى بلاد الدنيا. نفسي أروح. لا هاخدك معايا مرة. ورقصهم فظيع. دلوقتي فاكر المره اللي فاتت لما قلنا ان انت هتبتدي تسمحي انت مش لابسه مايك اه صحيح انت بطلت لابسه كده عشان بيقع فاكر المره اللي مش تقولوا لي كنت بيقول لي كنت هقول لك شوفي ماما بيقول لي سبقتك سبقتك انت عارف ان انا مركزه معاكي بقول لك ايه احنا المره اللي فاتت قلنا لو في شباب ايه حصل ولا ما حصلش حصل جاي بقى احمد النهارده عشان اثبت لهم بقى اثبت في شباب بيحب الزومبا دخل الكلاسز ولا لسه مين الشباب لسه ما سمحتش لحد انا بس انا دلوقتي المشكله ان انا بدرب في اماكن ليديز اونلي حاليا اوكي فلسه ما رحتش جيم ميكس ادرب فيه اوكي فاول ما تروح بس ما عنديش مشكله انا ما عنديش مشكله هو البنات توافقتوا احنا عملنا ديل معاك المره اللي فاتت جيرلز كان دو anything yeah yes yeah مش كده yeah هنسمع ايه دلوقتي اللي جايه بقى دي تانجو
تانجو. هي ميكس ما بين تانجو وكومبيا وكذا حاجه بس مينلي تانجو يعني. طب قولي لي الحركات بتاعه فاكره المره اللي فاتت كنت انت مخترعه الحاجات وقلت لك عجباني قوي الحركات وقلت لك حاسه ان انا في مسارح برودواي. صح. الهندي انت اللي عاملاها؟ لا النهارده التراكس كلها زومبا بالكوريوجرافي بتاع الزومبا اللي جايه. انا جاهزه بس انا عايزك دايما تحطي التاتش بتاع ماي. لا ما انا بحط التاتش يعني انا بحفظ الكوريوجرافي زي ما هو بس هتلاقي بقى في ايه التاتش بتاعنا يعني ماي. عشان تاتش ماي ده السنس بتاعنا هيبقى احلى حته في التراك. ماشي جاهزين؟ يلا مزيكا. ارجنتينيان تانجو على برازيليان تانجو على كل الحاجات التانجو تانجو تانجو حلو قوي. ايه
فظيعه فظيعه، والبدايه والقفله بتاعتها تانجو تانجو يعني. ما انا دي اكتر حاجه برضو عجبتني في الرقصه، البدايه والقفله بتاعتها. لا وفي النص عملت كمان حركات، بس انا برضو في حاجه انا ملاحظها بقالي مرتين ان ما اعرفش بقى، حاسس ان انا بشوف استعراض على مسرح. ايه انا غلطان ولا صح؟ هو ده حاجه حلوه. لا هو صح، وعلى فكره هم يعني البنات لما بيحضروا كلاس دي اكتر حاجه بتعجبهم، ان هم بيحسوا بالظبط ان هم مش في كلاس وبيتعلموا خطوات، لا يعني هم بيسيبوا نفسهم وبيحسوا ان هم بنعمل شو كلنا. طيب بصي بقى، تعالي نعمل مع بعض حاجه لذيذه لجمهورنا. شهر مارس شهر عيد الام، واحنا عاملين مفاجات كتيره واحتفالات كتيره قوي طول شهر مارس، فتعالي دلوقتي نقول للامهات، للام، للجده والام والحفيده انهم في يوم ممكن يجوا معانا هنا مع مي وكلنا مع بعض، وكلنا نعمل بس هتعملي حاجات سهله. عيني خلاص عيني. اوكي، فاحنا هنعمل بوست دلوقتي على الفيسبوك على 4 شارع شريف، هننزله عايزين الجد والجدات في مصر لذاذ جدا وهيقدروا يعملوا ده، وهنعمل حاجات سهله، وانا برغم ان رجليا منمله هبقى هشترك معاكم، الجد والام والحفيده، ولو ايه ولو ثلاثه يبقوا لابسين نفس اللون هيبقى المنظر حلو قوي، اختاروا اللون اللي انتوا عايزينه. هيجوا عايزين بقى مثلا 20 جده و20 ام ومعاهم 20 حفيده، هنشيل الدايره دي والشارع كله هيبقى بتاعكم، ومي وانتوا معاها طبعا كلكم، وانا هنعمل مي هتدربنا. ممكن يختاروا الاغاني لو عايزين كمان؟ اه بس اغاني من بتاعتك؟ لا ممكن يختاروا اي اغاني وانا اعمل عليهم رقص. حتى لو عربي؟ حتى لو عربي. لا هو يوم سبيشال بقى. يوم سبيشال. اوكي. بلغوني قبلها ايه هي الاغاني وانا ابقى محضرها لكم. خلاص هنعمل كده. فننزل بوست دلوقتي لو سمحتوا السوشيال ميديا عندنا، ينزلوها على 4 شارع شريف، ودي هتبقى من ضمن ايام عيد الام او من ضمن احتفالات عيد الام عندنا في 4 شارع شريف. احنا دايما بنحب نعمل حاجات تكون مختلفه. خلاص يلا ناخد التراك الثالث. جهزوا نفسكم يا بنات لليوم ده هيبقى وانت تيجي من شرم الشيخ مخصوص. يلا مزيك اخر تراك. Thing, bruh. Ah,
سامع عمال يقول في الكابينيه في الكابينيه. لا هو يا ريت. خلاص. ده في اجل من كده. خلاص. ده بقى اسمها تابوتا. تابوتا؟ اه تابوتا. زي حتشبسوت كده تابوتا. نورتوني وشرفتوني كالعاده وميرسي على الشغل الحلو اللي انتوا عملتوه لي النهارده. ثانك يو. ميرسي لمي عادل ملكه الزومبا في مصر والشرق الاوسط وافريقيا. والنهارده كان معاها نهال وشيماء واحمد. وشرفوني نوروني وعملوا لنا شو جميل جدا. ميرسي ليكم. ثانك يو. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف ونشوفكم ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم. باي باي.